حسناً حسناً، فلنعثر على مخرج. من يصل أخيراً عليه العشاء؟ أحضرت وجبتين. لست مرحة. فريزر، التعديلات قادمة. متوقع. هل من أحد؟ يا رجال أين أنتم؟ أرى؟ ابحث في المنطقة. قد لا تزال روث وفريزر هنا. أظهروا أنفسكم. نعلم أنكم هنا. متوقع. هل من أحد؟ يا رجال أين أنتم؟ أرى؟ ابحث في المنطقة. قد تزال روث وفريزر هنا. أظهروا أنفسكم. نعلم أنكم هنا. ما هذا؟ لقد رأيت شيئاً. استطلع الأمر. أين هل وجدت شيئاً؟ هي هنا، أثرت عليها. كشف أمرنا. نحن بأمان. جدياً الآن. أحسنت بالنسبة إلى طبيعة الأمر. بالنسبة إلى طبيعة الأمر؟ هذا ثناء جميل منك. بالفعل. لعلمك، لم يعد نيثن دريك في الصورة، لا داعي للقلق منه. كانت لدي مخاوف. لماذا قبلت عرضي؟ لست من النوع الذي يضيع الفرصة الجيدة، خاصة والجميع يريد أن يراني أسقط. سمعت ذلك، وبالنظر للجانب المشرق. كما تجانب المشرق؟ أوه، عندما يكون للناس توقعات منخفضة، من السهل جدا مفاجأتهم. أعلم أن هذا العمل صعب بالقدر الكافي لإنجازه بمفردك. استغلي أي فرصة. أتعملين بمفردك؟ تقريبا. كم عمرك حين بدأت؟ صغيرة. تعلمت أن أترك الناس يعتقدون أن الأمور تسير بخير، ثم أتولى زمام الأمور. الأمر معقد لي. أفضل دوما الطريقة المباشرة. استخدم الطريقة الناجحة.
فريزر؟ أتتسلقي؟ سوف أراقب قواتي أساب. ابتعدنا. لنرى ما ستفعله. أوه! نوافير! ما هذه الضجة؟ تم خلقها. سينظم النوافير.
أستطيع الانتظار. لنرحل. سأعود حالا. لك هذا. هذا مذهل. أنت محقة. أتلقين نظرة؟ طبعا. هذا مدهش.
كم من الوقت يستغرق نحت شيء كهذا؟ سنوات بل عقود. برع مواطن الهويصلة في النحت والحرب على ما يبدو. صحيح، صنعوها لتخليد انتصاراتهم على الفرس. يبدو أنهم قتلوا بدراوة. بالفعل مؤسف لم يدم. خسارتهم مكسب لنا، صح؟ يبدو هذا النقش مألوفا. هذا النقش يشبه تماما الذي في القرص. ما معنى هذا؟ لا أعلم، لكن يبدو أنه لا يزال أمامنا العثور على رمزين. لقد فهمت. حسناً، فلنتحرك. تشبثي؟ بالطبع. هيا. أنه هذا الشيء. واحدة أخرى.
لا أستطيع التعرف عليه، ليس أحد الرموز الثلاثة، ذلك يساعدنا على كسب مال إضافي. هذا سهل. هل أنت بخير؟ بخير للآن. تفوتين المرح. اقتربت. الرموز الثلاثة في مكان واحد. جميل. ما يمكن أن يكون هذا؟ سأرجع إليها. رمح جناش وخلف الباب رقم 2. جيد أنني لم أقاتل هؤلاء الحمقى. لنكتشف ما خلف باب القفص. حصن آخر تقبع في وسط قاع البحيرة. سأعلم على هذا الموقع. أخيراً وليس آخراً باب الفرس. وحصن آخر داخل سفح الجبل. سأعلم على الخريطة علامة فأس. واو، ليتني بحثت عن زر الاستدعاء قبل التسلق.
فريزا انتظر. طبعا هناك رجال في كل مكان. حسنا فلنغامر. أرى أن يفجر الجدار ونرى ما في الداخل. لقد طلب منا خبير أساب ألا نرسل المواقع. تبا للبيض، يملون علينا ما نفعل. لقد سئمت من البحث بين النفايات. تحقيق العدل يحتاج صبرا. ما الذي؟ أين ذهبت؟ ما هذا؟ وجدناها! تباً! نحن في أمان! قد يوجد المزيد من الرجال. انظري هناك، قوس باراشوراما يطابق الرمز في البرج. إذن باراشوراما. 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 صحيح. من هو؟ إنه الوجه السادس للإله فيشنو. هو محارب. حسناً، لا أزال أحاول فهم هذا. سيفيد الغرض.
حسنا لنتحدث فلندخل. ماذا كان هذا المكان في رأيك؟ يصعب القول. حسن ليس التصميم المناسب لمعبد. أين سنذهب الآن؟ أعلى، سنصعد لأعلى. ليتني أحضر القفازات. جيد خروجنا من هذا المكان المقرف. كنت بدأت أشك أن الزعيم يكذب. احذر ما تلفظ به. من هناك؟ إنها فريزر. جيد خروجنا من هذا المكان المقرف. كنت بدأت أشك أن الزعيم يكذب. احذر ما تلفظ به. آسف. قريبا لن يهم، فعندما نحصل على الناب سيدفعنا الناس الخراف. أجل، حتى الجيش الهندي سيرتعد. لا أشك الانتظار. هكذا يتم الأمر إلا لو العكس. على الجبل أتى الآخرون. لا تريدونني أن أطلق النار من هنا. نحن في أمان. سيأتي المزيد. كانت الشاحنة بالخارج كبيرة. سنبقى حذرين. يجب ذلك. سنسقط من فوق تل. لديك حس دعابة. كنت الأفضل أن أسبق أساب. ليس بيدنا الكثير، كما أن من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. معك حق. أيعرف رجال أساب عما يبحثون؟ أترين؟ يبدو كصنبور آخر. لنصعد. اتبعيني. المزيد أمامنا. لا يعلمون بوجودنا. جيد. ما الذي؟ تبا كشفوا أمرنا. كشفوا أمرنا. Roger!
ما الذي؟ توجد حركة هناك. جيد، تفقد الأمر. ما الذي؟ ما هذا؟ هو أحد رجالنا. تبا كشفوا أمرنا. هناك حسناً هربنا منهم. عثرت عليها. نحن في أمان؟ نحن بأمان. رائع، جيد أننا في أمان. فلنتقدم. كنت سأقول انظري إنها تفتح البوابة. عظيم. يكفي هذا. نجحت. صحبا. واو. على الأقل نجحت في العبور. أسفة، أثق بقدرتك على الوصول. بالتأكيد، ظننتك ستعبرين الطريق الأسهل. معذرة؟ أنت بخير؟ أنا بخير، لكن لا تبدأي من دوني. أكيد، لم أكن لأحظى بذلك. أظن أن هذا ليس المدخل. ها أنت ذا، تستمتعين؟ كسلالم التسلق في المدرسة. تبدو أكثر أماناً من ساحة اللعب في مدرستي. اقتربت. نجحت. أنا منبهرة. منبهرة وأنا منهكة. فلننهي هذا. حسناً، أعتقد سيكون رمحاً هذه المرة. جيد. هذا أصعب بعض الشيء.
باراشوراما. صحيح، فلنفتح المياه. واو واو، ولما لن يختلف الأمر؟ ماذا لو وجدنا نيرانا؟ تعبثين معي. بالتأكيد أعبث معك. ها نحن. هذا أملي إنها ليست نيرانا. شلل آخر. أجل، بقي واحد. بذلت هايسلا جهودا كبيرة لإخفاء الناب. كان ناب غانيش رمزا لهيمنة إمبراطورية هايسلا، يعبر عن ثروتهم وقوتهم. جائزة جيدة للفرس. نعم، لطالما ظن أبي أن الناب كان شيئا أعظم. لحظة، والدك سعى خلف الناب؟ كان أبي مهووسا به، قضى كل ليل ونهار في البحث عنه. كل أموالنا ضاعت على بعثات استكشافية. سمعت بهذا. وما النتيجة؟ لا أعرف. أبعدني وأمي بحجة عدم الأمان وذهبنا إلى أستراليا، والآن أنا هنا في ضواحي هاليبدو. هذا أمر مضحك. أخيرا، الحصن الكامن في ذلك الجبل حيث رمز الفأس.